باب الغنى والبركه والزياده في رزق. الله يرزقك انت وليها الماء والده والسكينه والرحمه، وقد ما بريتي بها وتهليتي بها ربي غادي يفيضها في الخير ويبربك ويكرمك. وكاين هي بالنسبه لي رضاك الوالدين، دابا زاد رضاك الزوج كي دخل الجنه، فالله يتاويكم الخير والله الله يوفقكم يا ربي. انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء. السلام عليكم، انا سميتي خديجه القرون، فعمري 41 سنه، وهادشي السيد طارق. كنت انا اصلا كنت مريضه، ما يعني ما لقيت اي باب طقيت عليه، ما لقيت حتى واحد في جنبي، وهاد السيد هذا الله يعمر ليه الدار هو اللي وقف في جنبي وداني للمستشفى ديال اوبيتال ديال عين برجة، تما فين دار ليا لي زاناليس ودار ليا كاع اللوازم، ومن بعد انتقلت لموريزكو والحمد لله. ربي داكشي اللي كنت كنتمنى ربي حققوا ليا في هاد السيد هذا. كنت كنتمنى امنيه وحده نشوف بنتي عروسه وتكتب عقد القران قدامي، والحمد لله كي يعني دار وفق معايا هادشي ووصل معايا حتى لهاد المجهود هذا. وهاد السيد ربي عمرو معمر سيدي ربي ما يخيبو، داكشي اللي اللوازم ديالو زعما داروا معايا الله يكثر خيره والله يعمر عليه. انت نطول الله الله العمر السي طارق، الله يحافظو لوليداتو. السلام عليكم، اسم ديالي مريم، النسب ديالي مؤمن. انا بنت هاد السيده اللي كانت مريضه بالسرطان، وانا اللي كنت وجهت النداء، وكنشكر كاع المغاربه وبالخصوص السي طارق اللي وقف معايا ووصلني حتى لهاد النهار. وانا فرحانه اللي حقق الامنيه ديال الام ديالي اللي كانت باغا تشوفني عروسه، وكنشكره بزاف والله يطول ليه في عمره والله يخلي لي وليداته. وكنشكر جميع المغاربه كاع اللي وقفوا معايا واللي ساندوني في هاد المحنه كامله حتى وصلت لهاد النهار. وبالنسبه اليوم انا ما فرحانه بزاف بهاد المناسبه، وما تصوروش يعني الشعور ديالي بالنسبه لهاد النهار اللي حققت فيه بزاف الحوايج اللي كنت باغا نحققهم من شحال هادي. وانا فرحانه اليوم بزاف من الام ديالي حضرت معايا، ومني كان الزوج ديالي معايا. وكنتمنى الجميع يعني الشابات والشباب الذريه الصالحه ويتبعوا طريق الحلال. السلام عليكم، انا السيده بنتي كانت مريضه بزاف، وطلبنا الناس وطلبنا المحسنين، ووقف معنا السيد هذا الله يكثر خيره والله يخلف عليه والله يعطيه ما تمنى في قلبه. هو وليداته راه هو اللي وصلنا لهذا النهار هذا، وفرحنا كاع بزاف 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 كاع فرحنا ليها. اللهم انت علي شفي مهمتها، ونتمنى لهم ذريه حلاليه ويكثر خير المغاربه كاملين، والله يجعل السي طارق ربي يكمل عليه وعلى وليداته بكل ما تمنى في قلبه. اللهم انت علي يعطيه لي هادشي اللي كاين. حنا الفرحه ديالنا وديال بنتي الصغيره وصلت للخطبه ديالها، وفرحنا وفرح كاع جيرانها وحبابها وخوتها كلهم فرحهم. الله يجعل ربي يفرحه في الدنيا وفي الآخرة. هادشي اللي كاين لا هو ولا عباد الله كاملين، حنا والمغاربة وشكرا.